شارك رئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية صبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبع للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وتعد هذه المرحلة من الصبة الخرسانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام 2028 والعمل على دخوله مرحلة التشغيل.